الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين وامام المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اخواني المشاهدين الكرام اخواتي المشاهدات الكريمات حياكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فمرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج دين ودنيا دائما دعاؤنا الى الله مرفوع ان يصلح لنا الدين والدنيا وان يصلح لنا الدنيا بالدين لانه لا تصلح الدنيا الا بالدين الدنيا بلا دين خراب ودمار وهي بالدين عمار وخير وصلاح باذن الله تعالى على كل حال حديث عن الأقصى موصول لن نتوقف إن شاء الله واسمحوا لنا أن نتكلم فيما لم يتكلم عنه الناس ولا نكرر الكلام الذي يتكلم عنه كل الناس ليس لأن الموضوع غير مهم بل هو مهم لأنه لما تكلم فيه كل الناس صار الكلام في الموضوع الذي يتكلم عنه كل الناس مكرورا ومعادا ولكن لنتكلم فيما يتجنبه الاعلام وجمهره المتكلمين الاقصى وهو هم عام هذا المسجد العظيم لا وجهات نظر فيه يعني ما حد بيختلف على موضوع الاقصى لي وجهه نظر والاخر لوجهه نظر مناقضه يستحيل انما الكل وجهه واحده في موضوع الاقصى لا اختلاف فهو ال الذي يجمع بفضل الله تعالى ولا لغط حول هذا الموضوع ولا مثل ما قلت وجهات متباعده ذلكم هو موضوع الاقصى الذي يجب ان يجمعنا كلنا وان يوحدنا كلنا وكما قالت الخنساء رضي الله عنها كل مصيبة بعد رسول الله جلل أي هينة محمولة ونحن نقول قياسا على ما قالت كل مصيبة بعد مصيبة الأقصى جلل أي محتملة وتهون أسأل الله تعالى لمسر الحبيب أن لا يهون إن شاء الله وأن يصرف عنه أذى هذا الشعب المجرم هذا هؤلاء المحتلين الغاصبين الفاشيين النازيين الارهابيين المجرمين اذا حديثنا ماذا يمكن ان نقدم للاقصى نحاول ان نتكلم في هذا النطاق نقاط متعدده نحاول ان نختصرها ما امكن ولعل الحلقة القادمة تكون ما قلناه من قبل لبيك يا أقصى ونحن في موضوع الأقصى ماضون وسائرون لا ننتهي إن شاء الله تعالى ماذا يمكن أن نقدم للأقصى أعيد العنوان حتى نرسخه في الأذهان ماذا يمكن أن نقدم من نحن الذين نتكلم عنهم نحن الأفراد نحن الجماعات نحن الشعوب نحن الدول نحن الجامعه العربيه نحن الجامعه الاسلاميه والامه الاسلاميه ماذا يمكن ان نقدم جميع هؤلاء معنيون بالكلام ماذا يمكن ان نقدم للاقصى انا اعتقد انه اول الامور ان نجعل الاقصى اول اولوياتنا إذا النقطة الأولى أن نجعل الأقصى أول الأولويات هل هو كذلك؟ لو اتفقنا أن نجعله كذلك لهان الخطب لكن من أسف أن نتقدم على موضوع الأقصى أولويات ليست أولويات إنما نحن صورناها أو صورت لنا على أن هناك الأولويات وتلك الأولويات والكل منزو منصرف قد اشاح بوجهه عن الاقصى، الاولويه الحقيقيه له اذا الاعتبار الاول، النقطه الاولى ان نعطي للاقصى الاعتبار الاول، الاولويه الاولى، الهم الاول، راس البنود كلها وراس الاخطار التي تتهدد الامه في وجودها ومستقبلها هذا المسرى الحديد هكذا وضع الله الأشياء مشكلتنا إخواننا نحن لسنا جميعا نزن بميزان الله عز وجل بعضنا يزن بميزان الله بعضنا يزن بميزان عقله هو بعضنا يزن بميزان الأهواء بعضنا يزن بميزان التبعية للآخرين وبعضنا وبعضنا والبعض سارح بهالدنيا سامحني مثل قطيع الأغنام فنريد أن نلتم على هم واحد ونجتمع على كلمة سواء أن الأقصى أول أولوياتنا هذه نقطة ينبغي أن نجعلها في الحسبان إحنا العالم العربي عشرون ثنتان وعشرون دولة ولها في الأمم المتحدة ما شاء الله حضور يعني إحنا عشر العالم من حيث عدد الدول عشر العالم عالم في 220 دولة نحن 22 دولة يعني كل عشر دول منها دولة عربية لكن إذا تريد الصافي وزنها النوعي ووزنها الكمي ووزنها الفعلي والتأثيري صفر أو قريب من الصفر للأسف أقول يعني هذه الدول كان ينبغي ان يكون لها ضغط سياسي وكان ينبغي ان يكون لها ضغط عسكري ما حدش متكلم عنه مع يعني انه يجب ان نتكلم عنه لكن ادعائهم العجز الثنتاني والعشرون دوله كل واحد مثل ما بقولوا قاطع ايده وقال لك انا العين بصيره والايد قصيره واحنا قاعدين على الحصيره وشوفت عينك يعني شوفت عينك ما احنا موازناتنا اللي للجيوش وللتجهيزات الحربية والعسكرية دولنا رقم رقم اثنين ثلاثة بالعالم ما بيسبقنا لأمريكا يعني إذا هذه المصروفات رايحة على وين على كل حال بدناش نبعد الكلام إذا النقطة الثانية بعد نقطتنا الأولى أن نجعل أقصى أول أولويات النقطة الثانية أنه أن نفعل دور الدول السياسي ما نريد نتكلم بالبعد العسكري او طب لما كانت اضعف من الان كان لها مجهود عسكري الان وقد توسعت الموازنات واشتريناها الاسلحه المتطوره ما عاد لنا بعد عسكري يعني فهموني المعادله ثمانية 48 وضعنا العسكري كان احسن ولا الان التدريبي والتمويني واللوجستي وال, 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 وال التطور التكنولوجي ومش عارف ايه ولا ايه احسن اه ولا 48؟ بال 48 كان لنا مجهود عسكري، بال 56 كان لنا مجهود عسكري، بال 67 كان لنا مجهود عسكري، بال 73 كان لنا مجهود عسكري مش عاوز اعدد. اما الان قال ما عاد ما عاد لا يعني اي اي وزن او تاثير عسكري ليه؟ في امر مريب أمر غير مفهوم ولا مقنع مهما حاولتم ان تبرروه وتحسنوه وتجملوه وتمرروه مش حيمر مش مش حنتكلم عنه على كل حال لكم وزن سياسي قال طبعا 22 ما شاء الله طب استغلوا وزنكم السياسي يا سيدي يعني مش عاوزين منكم البعد العسكري مسامحينكم تكلموا في الامم المتحده يعني يعني اعطوا قرار مشترك تصرفوا طب الوزن الاقتصادي ممكن نضغط على العالم كله بثقلنا الاقتصادي انه لابد ان ينصرف هؤلاء المجرمون عن اقصانا والا اي دوله تقف الى جانب اسرائيل سنعاقبها اقتصاديا ما حد قالها طب ليه ما حد قالها؟ الكم وزن اقتصادي؟ نعم اوظفتم هذا الوزن الاقتصادي؟ لا ليه؟ فاكر لما القذافي المحفور له سويسرا اعتقلت ابنه لأنه معذب الشغالة اللي عنده ربطوها بحبال وداروا عليها ميه تغلي مثل النار فاحترقت وضربوها جلدا بعد العرق يعني الوحوش ما بتعملوش ابن القذافي عمله وامرأته اللبنانيه المهم سكاف ما لناش علاقه فيها المهم فالبنت اوشكت على الموت فاعتقلوا ابن القذافي ومرات ابن القذافي الين سكاف المهم مش موضوعنا فالقذافي اعلن الجهاد على سويسرا بتتذكروا خطابه العظيم وهو قاعد على على الطراحه وعيونه بالسماء فوق قال الجهاد الجهاد على ظل سويسرا الجهاد <تصفيق> <تصفيق> الجهاد يا عم معمر الجهاد انت بتعرف الجهاد بتعرف الله اصلا ما انت اللي كنت تقول ليه قل هو الله واحد ولا قل اشطوها هو... وقل هذا كلام لمحمد المهم الان صار يعرف الجهاد عما معمر لما مس بابنه ومرات ابنه اللي اللي كان ظاهر من جسمها اربع اضعاف ما هو مستور أربع واربعين سنة عم معمر أنت تحكم البلد يمكن رصيدك بره بين مئة 200 مليار ما حد بيعرف بسويسرا موجود بألمانيا موجود بإيطاليا موجود بفرنسا موجود لي، لي، لهذا الرجل أرصده لن يأخذ هو منها مليما من واللي دل عليه مش موضوعي أنا هو لكن أوري لك إمكاناتنا رايحة فين كل هذه الدول هم اللي دلوا الثوار عليه قالوا عمر هي في المحل الفلاني من خلال اتصال اجراه عرى حددوا مكانه واخبروا الثوار عشان يقتلوا عشان ارصدته تروح عليه وعلينا للثوار حيسترجعوها لان يعني ما في دوله الان فوضى وقائمه وعم حفتر له نسخه ثانيه من القذافي ويدعمه العرب اذا يدعمون القذافي العرب لا يضحكوا عليكم اخي كل دولنا مع القذافي كل دولنا مع علي عبد كل دولنا مع بشار قول يا الله آه قولي قول يا باسط نعود لموضوعنا لكم وزن سياسي فهمنا لكم وزن اقتصادي فهمنا ومثل ما القذافي عشان ابنه اعلن جهاد على سويسرا سويسرا الحرب الجهاد طيب امن اجل مسرى محمد ما بنستعمل ضغطنا السياسي والاقتصادي؟ يعني على كل حال التعبئه الشعبيه بشان الاقصى التعبئه الشعبيه في تفريغ وفي تعبئه الان الشعوب تتعرض لعمليه تفريغ تنفيس تهبيط معنويات مثل ما قال قراننا العظيم وان منكم لمن ليبطئن يا سلام على القرآن بشدوكم إلى الوراء ببطء خطاكم عن أن تنصروا مسرى نبيكم صلى الله عليه وسلم قد يعلم الله المعوقين منكم إذا هم معوقين هم مثبطين وهم مخذلين وهم متخاذلين الخلاصة من اللي هو قد يعلم الله المعوقين منكم إذا في تفريغ لمعنويات الناس وفي ملء لو أرادوا الخير لملأوا الناس بدل ما... ما الفن المصري والسينما المصرية كلها أفلام هلس وانتصرت هيفاء بفيلم حلاوة تروح على محلب انتصرت مش أنا اللي بقول الإعلام المصري نفسه يعني فنانة مش من البلد انتصرت على رئيس وزراء البلد <applause> ليش ما تقول انتصرت على الـ... كمل لا وهنا ادرك شهر الصباح فمش عاوزين نسيء الى الاشقاء لغايه محلب مسموح لك بعد كده ما مش مسموح لك خلاص نشتغل في المسموح انتصرت هيفاء وحلاوه تروح فيلم اباحي منحط لا فكره شفته يقول لك لا انا قصني اشوف هذا اعوذ بالله من الشياطين لكن تتوقع أن السينما المصريه تقدم شيء له معنى له هدف له فكره مستحيل يا ابويا مستحيل كله هلس كله هلس خليها على الله اذا تفريغ لما سما المصري الامارات احد ابرز السياسيين في مصر مالها الاخرى روزيليس فعملالها على الغلاف صوره وتصريح وجوه عملالها ايضا تحقيق بتقول المياصة بالنص والميوعة مش عارف ايه مذهبي تريك مذهب يا من النص طب وعملها تحقيق صعف يا روزي يوسف على ايه على ايه الخلاصة اخواني اذا يجري تفريغ الشعب مخدرات على افلام منحطة على تجنيد جواسيس على جرائم على تفاهة على على كل هذا بيعمل تفريغ لمعنويات وعزيمه وهمه الشباب بالذات والامه على العموم، اذا ينبغي ان يعاد تعبئه الامه لو ارادوا خيرا. ليه اليهود مثل ما قلنا بالشدائد يلتفون حول هدف واحد ويلتمون على خطه واحده، نحن الان مسرانا مهدد. ممكن نعمل شحن مثل ما عملنا في القضية اللي يعني جعلنا البلد كلها ملتفة على هدف جيد نفس الشيء ينبغي أن نجعل الناس كلها ملتفة حول الأقصى الشريف مثل ما قدرنا نلومهم على على موضوع حق نلمهم أيضا على موضوع حق على كل حال إذا التعبئة الشعبيه بعد ما تكلمنا عن الضغط الاقتصادي والضغط السياسي التوعيه على الخطر المحدق بالاقصى المعلومه مهمه جدا اخواننا يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره ما عنده خبر لسه حادث طازه لسه خزاعه وبكر خزاعه في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر في حلف قريش مش حخش معك بالسيرة لكن ما عندوش معلومة انقضت بكر على خزاعة فقتلت منهم عدد من الناس وجرحت عدد وحرقت إلى آخره فعمر بن سالم موفدهم إلى المدينة المنورة جاء إلى رسول الله مستعجلا مسرعا وأنشده أبيات كلكم قرأها ويعلمها ويعلمها فلما علم النبي قال نصرت يا عمرو بن سالم نصرت لما جت المعلومة فورا إذا ينبغي أن نجعل المعلومة في ذهن الناس هي في ذهن صناع القرار مفروض أن تكون المعلومة معلومة وموجودة ومخذ مكانها المهم والبارز بعد هذا ينبغي أن تكون معبأ بها الناس ومدرك الناس الخطر المحدق والمحيق بالاقصى الشريف ينبغي ان يكون الناس على وعي من هذا الخطر لما كان في عدوان بعض الصور التلفزيون الاسرائيلي يجيبها التلفزيونات العربيه تتحاشاها يعني بعض مناظر القتل بعض مناظر الجراح والتقطيعات والهدم التلفزيونات العربيه تفلترها ما تجيبهاش لانها تشحن الناس ومش عاوزين نوصل الناس الى نقطه الشحن التي قد تؤدي الى الانفجار بينما تلفزيون اليهود كان يجيبها تلفزيونات العالم ممكن تجيبها لكن بعض تلفزيوناتنا المحليه العربيه اقصد محليه العالم العربي ما كانش يجيبها حتى لا يعبئ الناس ولا يشحن الناس ولا يدرك الناس حجم الخطر الأقصى مثل ما قلنا بالحلقة الماضية تجاوز ما بعد الخطر الشديد فمتى يدرك صناع القرار وأصحاب الكلمة في العالم العربي أن الأقصى تجاوز ما بعد نقطة الخطر الشديد متى يدركون أم إنهم لا يريدون أصلا أن, أن يدركوا على كل حال آه من الذي يمكن أن أن يصنعوه غض الطرف فغض الطرف عن إيش غض الطرف عن المقاومة يا سيدي بلاش غض الطرف كفوا شركم الإعلام محامي يا سيدي محامي مالك ما لكم المحامين لنا بهزة بشخص مش بمبدأ المحاماة لا محامي في مصر رافع قضية على حماس شوف القضاء في محكمة الأمور المستعجلة الله مستعجلة والقاضي فورا قبل القضية وحكم فيها دايركتلي بينما مبارك ثلاث سنوات وأنت تخض الميه وبعدين براءة عودوا إلى مقاعدكم أنطقك الله بالسداد السواد بالسداد ما تسمعوا كويس امال السداد هم. والله يا ابوي لا سداد ولا رشاد قول يا الله نعود الى موضوعنا قبلت في الوقت اللي برأت فيه المحكمه الاوروبيه حماس من الارهاب المحكمه المصريه اتهمت انه حماس هي اللي قتلت الناس في الميادين ميدان النهضه وميدان ربعه وفي الازهر واللي كان يدوس الناس بالعربيات حماس الله يبقى حماس قوه دوليه محتله مصر ارمي عقلك في الزباله واسمع لهم وصدقهم اما اذا عقلك براسك ما زال يستحيل ان هذا الكلام يقبل في في عقل مش ناضج عقل موجود بس دون نضج حتى كيف اذا كان يفكر او او يملك عقلا نضيجا أو عقلا سديداً أو رشيدا أو حكيما يستحيل طبعا يستحيل أولا حماس كل القتلى ملتحين تقريبا سبعة بالعشرة ثمانية بالعشرة مش موضوعي يعني حماس مستأصدين إنهم يقتلوا الملتحين إيه الحكاية يعني أنتوا يعني مثل ما بيقولوا مجنون بيتكلم وعاقل يسمع يعني طب شمعنا إنه حماس بتقتل جماعة بتوعها وآخر تقرير طلع ربما شاهدتموه مو مثل ما شاهدت انه فرسان مالطا اللي هي مجموعة صليبية شعارها الصليب معروف استأجرتهم كيف بلاك ووتر في العراق فرسان مالطا ومكانهم آه ميانمار ميانمار اللي هي الدولة تذبح المسلمين مقرهم هناك اللي هي بورما يعني مش مشكلة بورما ميانمار احنا نتفاصل على الاسم المهم فاستاجرهم النظام في مصر العدلي ومبارك مبارك والعدلي زي بعضهم الفرد اليمين ومش مشكلة من اجل ان يقتلوا قال لك هم اللي كانوا يسوقوا السيارات فكيف القاضي المحترم والقضاء الشامخ يحكم بانه حماس هي اللي قتلت الناس في المهدين تشويه المقاومة لخدمة إسرائيل ما نفهم بقى أمال يعني الإعلام المصري نازل سلخ في المسلمين وتشويه وعاصم حنفي في آخر عدد من روز اليوسف بقول طول محاكمة مرسي وسيبوه ينتحر يعني ممكن تقتل تقول انتحر مثلا سيبوه ينتحر طولوا المحاكمة بقول كانت تايهة والإناها عم عاصم حنفي الصفحة الأخيرة بقى في الرجل يوسف يعني صفحة مهمة رئيس التحرير في البداية وعاصم حنفي في النهاية ودقية مزيكا على الجوز المهم فعم عاصم حنفي بيقول اللي سمعته انه طولوا المحاكمة وسيبوه ينتحر اه سيبوه ينتحر دي اللي كانت تايهة وعم عاصف عاصم عاصم عم عاصف عاصم يا اخي الله يديك عن مهم عم عاصم حنفي عاصم اللي هو بيقول لك تايهة وليها لك عاصم اسمعوا منه يا اخوانا سيبوا مرسي ينتحر ليش ما قلت هذا الكلام عن مبارك اللي دمر مصر واربعين سنة كان يبيع الغاز لإسرائيل بنصف كلفة استخراجه وأقل وأقل ويشتري الغاز ثاني من مصر باضعاف قيمته، هي الحكايه، يسري اموكو ولا ايه؟ خيانه عينك عينك، اذا غض الطرف عن المقاومه بلاش غض الطرف، كف شرك عن المقاومه لك هذا البؤره الوحيده الباقيه الصامده في وجه اسرائيل اذا اذا تطاولوا على الاقصى من قوه عربيه سترد على اسرائيل، ممكن تجاوبني والله؟ انا بقول لك لا احد الا غزه الفقيره المحاصره المحاربه من كل اشقائها العرب بدءا من عباس وانت نازل. عباس رواتب ما فيش، غاز ما بترول ما فيش، انت تعيش يحنا نعيش، هي كده عم عباس، اخوانك عم عباس ان كنت ان كنت ان كنت ايه كملها لوحدك عم عباس اللي كان ماخذ من عرفات موقف لانه عرفات متفرد بالسلطه ها فاستقام رئيس الوزراء عباس واعتزل ما انت لما استلمت السلطه استنسخت عرفات وتفوقت على تفردي تفردك افرد من تفرد عرفات يا عم عباس عرفات فين وانت فين سبقت بسنوات ضوئية تفردا واستقلالية عن زملائك وإقصاء لهم السلام فياض أبعدت لي لأنه كان شخصيا مش ممدحه ولا علاقة به لكن أبعدتهم لي وأتيت بمن يمشي معاك على هواك نعود لموضوعنا اذا غضوا الطرف عن المقاومه، سيبوا على الاقل في عرق ينبض في الامه العربيه، سيبوا بؤره للمقاومه، سيبوا ميدان للرد على على هذا العدو الشرس، لا عاوزين يقتلوا كل روح مقاومه في الامه حتى يمشي المشروع ولا رد، ما نفهمها بقى هي كده على كل حال هل الدول العربيه عاجزه عن نصره الاقصى فعلا؟ هذا نجيب عنه بعد فاصل يسير ان شاء الله تعالى. <applause> اخواني اعزائي مشاهدي حياكم الله عدنا بعد الفاصل اليسير كنا سالنا السؤال قبل الفاصل هل الدول العربيه عاجزه فعلا؟ عن نصرة الأقصى أم ادعاء غير صادق وغير صحيح أنا أعتقد الثاني أنه ادعاء مكذوب ادعاء مغالط ما معقول 22 دولة عاجزة طيب عجزتم أعلنوا يا مسلمون الأقصى هذا لنا جميعا نحن الدول العربية عجزنا أعلنوا دعوا غيركم إذن ينصر وقال لكم اردوغان ردحت له ال الوسائل الاعلام العربيه عاوز يحتلنا السلطان اردوغان آه عاوز يرجع ال الامبراطوريه العثمانيه انتم عاجزين طيب حيرتونا يعني واحد عاوز يعاونك في في حريق يطفي لك اياه او معاك مش بدالك معاك قول انا عاجز وانت معايا بارك الله بيك لكن لا الردحون فورا دبجوا المقالات ضد اردوغان شيء عجيب العالم العربي لانه قال احنا مستعدين ان ان نتدخل لنصره الاقصى ما هو يا انتم عاجزين يا مش عاجزين طيب عاجزين دعوا غيركم مش عاجزين ورجونا همتكم ما انتم حيرتونا الرجل ما قالش بدي انا اسد مسد الدول العربيه وانا اخذ موقع لا هو عاوز يساعد قلت له لا انت عاوز تعيد امجاد العثمانيين يا اخي ما احنا خاضعين لامريكا واسرائيل يعني مثل ما قال ان ارعى الاغنام والابل عند ابن تاشفين خير من ان ارعى الخنازير عند الفونسو ولا نسيتوا حكايه الاندلس كان في عقلي لما قال والله مشغلني راعي ابن تشفين ولا شغلني راعي الفونسو نكون تبع لواحد قوي ما انتم تبع لامريكا يعني عجيب امركم هل الدول العربيه عاجزه فعلا عن نصره الاقصى؟ قطعا لا بس مش عاوزين طب اتركوا غيركم لا لا انا بنصر الاقصى ولا بترك غيري ينصر الاقصى والله لو فتح المجال للمسلمين لياتوك من كل فج عميق لينصروا مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم لكن لا احنا مش عاوزين ننصر الاقصى ومش عاوزين حد ينصر الاقصى هي كده على بلاطه بمنتهى البساطه هي كده مش عاوزين لا هم ينصروه ولا أحد ينصره وكل من فكر بنصره اردح له وعمل له رقصه وهزاه طب ليه اسكت على الاقل ضب لسانك في فمك ها ودع غيرك يتقدم اذا انت تقاعست وترددت وفترت وخبت دع غيرك اترك غيرك لا مش حسيب غيري ولا انا شيء عجيب شيء عجيب اذا اذا عجزت ما البديل في مليون بديل اتركوا المسلمين مش عاوز اتكلم عن عن نماذج لمواقف المسلمين كيف ينصرون دينهم كيف ينصرون اوطان المسلمين مسر النبي عليه الصلاه والسلام ما لا تتخيلون والله يبكون على الاقصى بكاء مجرد ما ذكر اسم الاقصى يبكون ويتوقون ويتشوقون للموت على عتبات الاقصى دفاعا عنه وحمايه له وذودا لهؤلاء المجرمين بس افتحوا لهم السبيل افتحوا لهم المجال لا طبعا لا طبعا اذا ما البديل في مليون بديل مليون بديل غض الطرف عن عن المقاومين مثل ما قلت اسمحوا للاخرين ان ياتوا لمساعدتكم لا واضح واضح لا آه ممكن الاعلام يقوم بدور يعني ماذا يمكن ان نعمل للاقصى الاعلام الاعلام بدل الكلام الهلس والشتيمه في بعض يعني ردحوا لقطر لما شبعوا عالمك العربي وكلام ما بينحكاش كلام كلام مقرف له سياسه وله غيره ردح مستوى منحط والان تصالحوا ما شاء الله حط ايدك على قلبك لانه ما عودنا العرب ان يتصالحوا ويكون العاقبه خير فاكر مؤتمر مبارك بشرم الشيخ سنه 90 قلت قصدك القمه العربيه، يا سيدي قمه ولا غيره، ومبارك جمع العالم العربي ليكونوا شهداء زور على تدمير العراق، ونجح مبارك، مو مبارك اللي بيحكم مصر، ما تحطوها برضو على الطاوله كده، اللي بيحكم مصر عمول المافيات امريكا واسرائيل وال والعصابات المعاونه لهم من الداخل، ومبارك والله صوره ما هو عارف طول النهار بشرم الشيخ بيشوف افلام واربع ساعات مع الفنانات عشان نكون دقيقين ساعتين منهم مع مصطفى الفئي يقول له اخبار الفنانات وساعتين مع الفنانات ذاتهم فلانه وفلانه كل يوم ده كلام الاهرام العربي يا ابويا لا تقول منين بتجيب هذا الكلام من وثائقكم انا بتابعكم كل اسبوع من صباح الخير لروز يوسف الاهرام العربي لاخر ساعه والشروق وغيره بنقرا لكم كل اسبوع نشوف اذا منين جبنا معلومه انه سوزان هربت خمسة وخمسين الف قطعه من اثار مصر منين؟ اهرام العربي مجلاتكم بعدين سكتوا عن الكلام خالص وسكت الكلام الان اشتغلوا بتشويه مرسي واخوان مرسي وعاصم حنف يقول لك احنا السجون عندنا سبع نجوم اللي عاوز الرح راحة يروح السجن الله يوديك عم عاصم حنفي ما دام الرح راحة في السجن الله يرح راحك في السجن وحطوك مع مع الجماعة اياهم بل عرفت ربك من خلالهم ما يعرفش مهم اذا الاعلام ينبغي ان يكون له دور كبير بدل ما اعلام تفاهه واعلام, وإعلام سفاهه فليكن اعلام نقاها للامه من من الامراض اللي الاعلام وقعنا فيها الاعمال الفنيه يجب ان يكون ايضا لها دور النشيد في قمتها النشيد تعبوي والكلمه الشعراء يا اصحاب الزجل واصحاب الشعر والفصيح والعامي كله لازم يطلع من المخزون وكتاب الاغاني وكتاب ال... طلع طلع من من ابداعات عن مسرى النبي عن الاقصى عن القدس عن فلسطين مجمع الانبياء وقبلتنا طلعوا من هذه الكنوز نشيدا وغناء واوبريتات طلعوا من اجل ان نعيد تعبئه الناس والنهوض بهم من جديد اذا المسرحيات ايضا الرسم التشكيلي كله يشتغل القصص من أسف القضية الفلسطينية كان ينبغي أن تلهم الكتاب آلاف القصص يعني نجيب محفوظ القصاص العظيم بتاع نوبل على الحرفيش وأولاد حارتنا والكلام من الطريق واللص والكلاب أزواء المدأ وبين القصرين والسكرية خلاص وصرصرة فوق النيل مكفاية بقى وكلها صارت أفلام شيمة واللص والكلاب والخلاصة كلها بقت سيناريو وأفلام شيمة ولا قصة يا عم نجيب محفوظ عن فلسطين طيب عم إحسان بتاع ابن روزن زي بعضه والاخ محمد عبد القدوس بيتكلم عن عظمه احسان طيب ماشي مش حنفاصل يا عم محمد اي قصه عن فلسطين مفيش 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 طيب ليه مفيش ليه احسن قصه عن فلسطين عملتها كاتبة انجليزيه اثل الطريق الى بئر السبع وحولها صوت العرب قبل يمكن بدون مبالغه 55 سنه من الان الى مسلسل اذاعي كان موفقا جدا، الطريق الى بئر السبع. فيلمنن كاتبه انجليزيه هذا الكلام انا سامعه صوت العرب قبل 50 55 سنه واكثر. على كل حال الطريق الى بئر السبع احسن قصه كتبت عن فلسطين ورضوى عاشور اسال الله تعالى ان يتجاوز عن المسلمين قصتها التنطورية من أحسن ما كتب عن فلسطين قصة يتيمة ينبغي أن يكون عن فلسطين ألف قصة يا قصاصين شغلوا إيه تشتغلوا إيه بالكلام الهلس ما تخلوا يعني التنطورية أبدعت فيها الحقيقة رضوة مبدعة أستاذة جامعية من من الطبقة العليا وقصاصة من الطبقة العليا واتجهت فورا إلى فلسطين وثلاثية غرناطة مأساتنا الأخرى في الأندلس شوف على الأقل في حس وطني إن لم يكن حس ديني مطلوب مش موجود ما الاحترام لكن موجود حس وطني يعني التقينا على قاسم التقينا على قاسم معين لكن الأمة التعبانة الأخرى ما فيش قاسم لا وطني ولا ديني يعني نيلة من الوجهين خلاصة إذن فين افلام السينما عن فلسطين فين ما فيش كله كلام هلس وين عم عادل عمل لي فرقه ناجي عطله ولا ناجي مش عارف ايه كلام خمر وسفاله وين فلسطين يا امه العرب لا مسرحيات لا افلام لا غناء لا نشيد لا اوبريتات لا شيء من هذا اطلاقا كان اوبريت كان المفروض يكون عن فلسطين، بالمناسبه اوبريت حلمنا كلنا ممنوع ينذاع في العالم العربي لانه بيتكلم عن توحيد الامه العربيه ممنوع. واذا مش ممنوع ذيعوه يا سيدي. يا دول ذات سياده ذيعوه، اوبريت غنائي وكلهم جمعتكم كلهم من المرضي عنهم يعني فلان وفلان وفلانه كلهم من 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 جماعه الانظمه المرضي عنهم ومع هذا الاوبريت شطب ما بينذاع ولا في اذاعه عربيه فنيا جيد من حيث المعاني جيد ماشي الحال ماشي الحال لكن من حيث الانتشار ممنوع ما فيش نعود لموضوعنا البحوث العلميه ممكن أن نقدم لفلسطين من البحوث العلمية ما يخدم القضية التاريخ الجغرافيا نبين أن هذه درة الحضارات فلسطين والقدس بالذات نبين موقعها في التاريخ موقعها في الجغرافيا يعني مصر لو كان في مع احترامنا لشعب مصر فوق لو كان في قيادات تعقل غزه همزه وصل ما بين قارتين غزة نافذتكم على البحر الأبيض يا مصر وطول عمر شعب غزة منتمي إليكم أنا بقطع الصلاة مع غزة بحرث المنطقة الواصلة ما بين غزة ومصر بجعلها خراب قسم بالله من فعلها لا دين ولا عقل ولا وطنية أنت تكفيري لك يا عمرو عني أنا ما, ما, ما لي علاقة بهالكلام كله لكن منو بيقطع صلته بغزة نافذتك على البحر الأبيض مين عاقل ما في عاقل بيعملها روسيا بتدفع دم قلبها بس توصل الى المياه الدافئه البحر الابيض والبحر الاسود والبحر العرب وال... نقول احنا لا مصر مش عاوزين غزه والله يتمنون مثل رابين لو البحر ابتلع غزه على ايه وغزه عامله ايه غزه ارهاب يا سيدي مشكتوا واحد تفضل الاخ عباس بالصفحات الاولى من الاهرام العربي مفردين له مساحات وبقول من حق مصر ان تحاكم اي حمساوي طب ما انت عارف يا عباس انه فيش ولا حمساوي متورط بيقتلوش مسلمين ذولا عم عباس ما انت عارف ومعلمك عارف وكله عارف قول يا باسط مراكز الدراسات سياسية وجغرافية وتاريخية ودينية كله مفروض يكون شغال عن عن فلسطين طلع أبحاث يعني مركز أبحاث الوحدة العربية بيروت يمكن يكون أرقى المراكز يا ليت لو هذا المركز المحترم وغيره وعندنا هنا مركز الشرق الأوسط ولا اسمه مهم للدراسات الاستراتيجية ولا غيره كله يتجه نحو دراسات متخصصة في البعد هذا والبعد هذا والبعد هذا عن فلسطين تطلع لنا أبحاث ناضجة تتبناها مكتبات وتنشر هذا يصبح ثقافة عامة ضروري جدا ثم ماذا يمكن أن نقدم بالشورى يعني نستطلع آراء الناس يا أخواننا كيف يمكن أن ننصر فلسطين والأقصى والقدس أشيروا علينا حيطلع لك من الناس إبداعات لا تخطر لك على بال يا أمة الشورى أنت أبعد الأمم عن الشورى الآن للأسف وبيت الشعر المشهور المنطبق علينا بالضبط ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود يا أمة الشورى جعل ربكم سورة باسم الشورى ومتميزة ما في سورة فاتحتها بمثل هذه الفاتحة حاميم آية وعين س قاف آية اثنين ما صارتش في سورة أخرى إلا سورة الشورى إذا متميزة عشان تنشئ أمة متميزة إن قوم إحنا نكون أبعد الأمم عن عن الشورى وحتى الديمقراطية اللي هي بالنسبة لديننا صفر مع هذا غير مسموح لنا بها اطلاقا ابدا واذا ساووا ديمقراطيه بتكون شكليه وديكوريه ومظهريه لا جوهر فيها ولا مخبر ولا معنى ولا دسم اطلاقا نعود لموضوعنا ارجو ان اكون قدمت بعض الشيء عن هذا الموضوع ماذا يمكن ان نقدم للاقصى وصلنا منكم في الفاصل ورقه اسئلتكم اخواني يعني ارجو ان تكون الاسئله في نطاق موضوع هذه الحلقات يعني مع احترامي الشديد احيانا الاسئله تبتعد واحيانا اسئله في الـ في الـ يعني هامش واحيانا على كل حال نشوف نشوف شو رايك بنهايه دوله اسرائيل في سنه او في عام 2022؟ لبسام جرار يا ريت تجاوب بشفافيه وهم طبعا واحنا حنكتم ليه ونخبي ليه. بسام جرار استاذ كبير يعني نعرفه منذ أربعين سنه وكم كنت اعطيه محاضرات يعني اذا جاء زائرا للاردن وشرفنا بالجامعه كنت أعطيه المحاضره ويسر الطلاب جدا بمحاضرته من اول من لفت الانظار الى هذا الموضوع الاستاذ بسام طبعا لقط الفكره من عبد المنعم صالح العلي اللي هو محمد احمد الراشد شخص واحد اسمان لشخص واحد مش موضوعنا فخذ الفكره ولم يكن مؤمنا بها لكن بالتجربه بالعد بالتطبيق وجد انه كلام الراشد كلام راشد كلام الراشد كلام راشد فتبنى هذه النظريه وصار فيها استاذا متقدما ثم كثرت البحوث في هذا وكثرت الكتب في هذا ازع منه مش كثرت بمعنى اصبحت يعني بالعشرات لا لكن صار في على الاقل اربع خمس كتب بهذا الموضوع النبي حاج ذكرته مرارا وهو باتجاه مختلف عن بسام والنتيجه واحده 2022 بمنهج مختلف وباتجاه بحث مختلف والنتائج متفقة هذا بأكد أن النظرية صحيحة وأنها إن شاء الله قانون طب يا شيخ أليست هذه مخاطرة إذا جت 2022 وما تحررت فلسطين ولا مخاطرة ولا شيء يعني علماء قالوا أرض مثل هالطاولة مسطحة أضر هذا بالقرآن لا قالوا العالم الفلاني الذي قال بهذا غلط العالم غلط والقران حق مطلق القران ما حدد سنه لكن بالاستشفاف من خلال عد ايات سوره الاسراء وعد كلمات وآيات سوره النمل وسوره سبأ والى اخره توصل استاذ بسام وغير الاستاذ بسام الى هذه النتيجه بالجزيره سفر الحوالي وهنا بالاردن نبيل حايك وهناك بفلسطين استاذ بسام يعني صار في وغيرها من البلدان موجود يعني اربع خمس كتب او خمس اشخاص يبحثون في هذا عاوزين اكثر الصورة عشرة وعشرين بحيث انه هذا يصبح دراسات مستفيضة في هذا الموضوع اخواني اختصر عليكم هم يؤمنون بهذا ولكنهم يكتمونه ويحاربون من من يقول به يعني بسام جرار ابعد على مرج الزهور مثلاً بس له تنظيمات وله شيء ابعاده لي ثم حبس حبسه لي هب انه قال كلام مش صحيح اتركوه طيب لا ابعدوه مجلس الزهور وكان ابعاده بركه وخير هناك تفرغ لهذا الموضوع وهناك انتج هذا الموضوع باختصار انا ممن يؤمنون بهذا ويقتنعون وأعلن ولا اتردد وتحفظكم على الراس والعين بيكون حسابنا غلط شو المشكل ما في مشكل اطلاقا بس هو حيكون ان شاء الله ما كانش 22 زيد سنتين شو المشكل هم حيطلعوا حيطلعوا وعلى زماننا على زماننا ان شاء الله اللي يعني اللي له اجال له عمر اللي بيعيش ل 22 حيشوف بعيونه فستذكرون ونبقى نتقابل ان شاء الله وأسأل الله تعالى مثل ما قلنا المرة الماضية أن نبث مثل هذه الحلقات بإذن الله من تلفزيون القدس بإذن الله أو اليرموك فرع القدس وهكذا المادتين 24 و25 من ثقل المتحدة ونحافظهم الله يكرمك في ضوء ذلك هل تجوز المشاركة السياسية بهدف الإصلاح في دولة عضوة في تلك المنظمة مهندس أشرف يا أخي الكريم المهندس أشرف أولا 24 و25 ميثاق الأمم مش عارفه شو المادتين لكن من حيث المبدأ مبدأ المشاركة السياسية في دولة في الأمم المتحدة شو المشكل؟ إن وجدت أنه في جدوى في عائد في مردود في خير في نفع في حصيله ما في باس لكن بالتجربه وجدت انه ما في ما في فائده انا ساصبح مثل شاهد الزور او شاهد عراية عاد الامام ما شافش حاجه لا يا بكون موجود ملو مقعدي وملو ثيابي يا بلزم بيتي مشاركش اذا من حيث المبدا المشاركه ما في باس بقطع النظر عن 24 و25 برضه نفس الاخ المهندس اشرف بيقول أسئلة اليهود الثلاثة للرسول عليه الصلاة والسلام عن ذي القرنين وعن الروح إلى آخره إلى طرفي الأرض بينما جابهم القرآن عن ثلاث رحلات ما تخدش أنت الأسباب النزول بأنها صحيحة ثابتة يعني كالنص القرآني معاذ الله اسباب النزول على احسن الاحوال يستانس بها استئناسا وهناك الضعيف وهناك الموضوع وهناك البعيد عن الموضوع اصلا وهناك ما فيه شطط لاسباب النزول عاوزه نخل وغربله وفعلها الشيخ ابراهيم العلي الله يكرمه طلع صحيح اسباب النزول مش كافيه عاوزين استقصاء يعني الواحدي مثلا السيوطي مثلا وغيره من يستقصي هذا لا يثبت هذا يثبت ويفلي لنا اياها ويغربلها على كل حال منطقة ما بين السدين أظن جاوبتك عن عن عموم السؤال لكن منطقة ما بين السدين يبدو أنها أرمينيا أرمينيا وناغورنو كرباخ ولا إيه وفي كتاب بهالمناسبة لعبد العليم خضر من أجمل ما يقرأ ذو القرنين عبد العليم خضر كتاب ممتاز ذو القرنين لابو الكلام أزاد ممتاز وذو القرنين لمحمد خير رمضان كتاب ممتاز أو جيد أكثر من جيد على كل حال تجد فيه إن شاء الله وكتاب لدكتور رأفت المصري ذو القرنين الحاكم الصالح او شيء من هذا القبيل دعك من غلطه الرازي انه ذو القرنين هو الاسكندر المقدوني هذا الكلام مردود على الرازي رحمه الله بحير الطبريه في طريق الجف. برضو المهندس اشرف مصدر مائي ميت لماذا لا يتم تدريس هذه المواضيع في الجامعات والله اهو قلناها على الملا سؤالك يعني ليه ما يدرس لسه بحير الطبريه على كل حال ما زالت يعني ثلثينها واكثر ما زالت انما لجففوها المجرمين بحيره الحوله وحولوها الى ارض زراعيه بحيره الطبريه الان مع الضخ للمستوطنات والمستوطنين وعن مش عارف ايه ولا ايه تنكمش عمالها فتحتاج الى الى مدد ورفد وان شاء الله ربنا يكرمنا نحررها ونعتني بها ان شاء الله ونطوض الحثالات كلها على كل حال لماذا لا تدرس هذا السؤال لمن يعنيه الامر ما اعرفش لماذا يتم التضييق على غزه والاخوان هذا ابتلاء ام نصر ان شاء الله التضييق ابتلاء طبعا شو لك خيانه واجرام لا لا لي يا سيدي عديها ابتلاء هل هم خونه حاكموهم من خونه هل هم قتلة حاكموا معنهم قتل لكن الآن من زج بهم بالآلاف في سجون مصر أربعين ألف عشرين ألف ما حد عارف الرقم أصلا قتل حاكموهم خوان عملاء حاكموهم لطشوا المال العام حاكموهم لكن كله مركون في السجون على ذمة التحقيق عندكم ذمة بالذمة ده كلام على رأيهم إخواننا يعني مش معقول هذا أربعين ألف مسجونين على ذمة التحقيق وعاصم حنفي يقول لك سبع نجوم يا مفتري يا مفتري إذا هذا ابتلاء إن شاء الله هل يعقب هذا الابتلاء تمكين إن شاء الله بإذن الله لأنه ما كان الله ليذر المؤمنين لن يترك مولانا أولياءه يعبث بهم العمام ما, ما كان مستحيل هذا متى عشان يكون قريبه ان شاء الله أه وعليكم السلام يا اخي الكريم كيف ترى اغفال قطر قناه الجزيره مباشر وهل هو تراجع عن دعم الشرعيه طبعا رايت رايتم كيف الناس عم تبكي على اغلاق قناه الجزيره مباشر مصر يبكي الناس بكاء مرا على اغلاق القناه لانه كانت متنفس لاهل مصر وكانت تعرض الحقيقه اخواني العرب لا يتفقون على خير نختصر وقفل القناه احزننا جميعا اذانا جميعا لانه كانت بتعرض الحقيقه مش بتحرض التعريف بالحقيقه شيء والتحريض شيء اخر واللي كان فيها كفاءات وطنيه صادقة والعالم العربي لا يريد أن تقال كلمة حق يريد أن يكمم الأفواه العالم العربي يعيش خارج الزمان خارج المكان خارج التغطية خارج القرن الواحد والعشرين احنا في القرن الخامس عشر قبل ميلاد المسيح عايشين كبت وانعدام حريات باختصار قفل لكن حجم الضغط الذي تعرضت له قطر يفوق العقل أنا مش رجل سياسة لكن أجمع العرب على محاصرة وبكرة حيطلبوا من أمريكا وضعها على قائمة الإرهاب ودعم الإرهاب تفضل تصبح كل أرصدة خطر محجوز عليه إخواني العالم العربي اللي عاوز يأذي ما شاء الله عنه بيعجبك في الخير يدهم شلاء في الشر لهم بسطة خلاص ثقلت العيار الله يسامحكم، اخر كلمة المشارك في المجالس النيابية تكلمنا عنه في السؤال السابق، من حيث المبدأ ما في بأس إن رأينا في ذلك خيراً، إخواني الكرام لعلي أطلت عليكم أو ما أطلناش، أو أثقلت عليكم لكن أسأل الله تعالى أن يخفف عن الأمة وأن يهون على الأمة وأن ينصر الأمة وأن يمكن لدين الأمة لا يصلح حالها الا بما صلح به حالها اول مره بهذا الدين احبائنا ما الداعي للمتاهات؟ ما الداعي للسرحان؟ ما للتبعيه لامريكا واسرائيل؟ ما الداعي؟ ودينكم العظيم حلال اشكالاتكم فاليه انتسبوا وعودوا وانتموا وتمسكوا واثبتوا حتى ينصر الله دينه الى الملتقى بكم وسودعكم الله حياكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.